سبرايدا سكواد دي من الجروبس الكبيرة معانا اللي مشاركة السنة دي. ده جروب واحد يعني نوع اسمه فراديرو اللي انا مقبلها فيه. ده نوع موحد. احنا شفنا عدد كبير منه قوي المشارك معانا السنة دي. بص يا كابتن احكي لنا كده انت رؤيتك الشخصية للإيفنت، هل هو منظم في الطريق اللي كان تنظيم بداخل الممرات، كانت الناس ملتزمة، كان دور الجيش والشرطة معانا يعني؟ هو أولا طبعا اليوم منظم جدا ومعروفة يعني البايك ويك كل سنة بينظم بكفاءة شديدة يعني ومفيش أي أخطاء، والناس كلها اللي بتحضر الحدث الكبير تبقى ناس بروفيشنال يعني عارفة كده، فمفيش أي أخطاء الحمد لله. مفيش أي حاجة ضايقتك مثلا في التنظيم السنة دي؟ لا 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 خلاص، أصلا احنا هو يعني تاني سنة تعين في بورتو سوخا، السنتين اللي فاتوا كان في القاهرة عشان الطريق كان شيس كريس، بس الحمد لله يعني الطريق قريب تمام السنة دي. وطريق جبل الجلالة طبعا النهاردة عملنا رايد طريق جبل الجلالة فحاجة. هل في ناس ما جاتش النهاردة بسبب ان كان امبارح واول امبارح سوء حالة الجوية العاصفة وكده، ولا الناس كلها جات النهاردة؟ الناس كلها موجودة طبعا، حاجات بسيطة جدا اللي ما جوش ظروف خاصة يعني الله على الدنيا، بس لا نقدر 90% من مركز مصر موجود. طيب الايفنت ده بيمثل لك ايه؟ بايك ويك ده بيمثل لك ايه شخصيا؟ البايك ويك اصلا يعني بصراحة اميز يوم في مصر او في الوطن العربي بالنسبه للبايكرز، لان الناس فعلا بتشوف بعضيها في اليوم دون مستناه من السنه للسنه، مش بتشوف بعض زي ما احنا الناس كلها يعني فرحانه ان ايش شايفين بعضيهم بيسلموا على بعض في يوم زي دون، مش موضوع ان انت تحضر الموتوسيكل وخلاص. طيب هل جمعيه رساله انت بتحقق لها حاجه السنه دي معانا في يوم اليتيم، ولا بس مجرد ان انت جاي تلتقي بزمايلك